ما تيجي دغري بقى يا سيد وتفضك من اسطوانة حقي وخدته دي. اللي زيك حقه ما يتاخدش من حد في قمطة شوال. كان ديتها رقبته صح. يبقى سلمتهولي ليه؟ انا حقي ما بسقطش من على كتاف حد غير ما رقبته تسقط جنبيه. بعدين عرابي ده رقبته مش عايز القطع، ده عايز القطن تحت الجزم. وديك عملت ايه؟ سبته راح ينام في سريره بعد ما كان بيعيط زي النسوان. يعني ما عملتهاش عشان تنول الرضا وتدخل دماغي؟ لا مؤاخذة ما اتخلقش لسه لدماغه تساعي سيد بوخارست عشان يفكر يدخلها. ما تتفرجش قوي كده. عشان اتخلق. اتخلق يا سيد. ودخلتها. دخلتها خلاص. واسمع بقى الكلمتين دول عشان مش هتسمعهم تاني. ولو سمعتهم يبقى اللي جاي وراهم زعلة. الكار ده كله بمعلمين وبصبيان وابن درجيته كوم. واسم فوضى الاسمر اللي هتعلقه على صدرك كوم تاني. لو اسمي خس حرف بسبب طلعت وشومية هتزعل وبالقوي. ربنا ما يجيب زعل يا معلم فوضى. امين يا رب. بس لو بسطتني انت كمان هتتبسط بالقوي. كل حاجة عند فوضى بالقوي. لما تروح تزور ابوك يبقى اساله عليا. اساله على حنيتي وايد الفرطة. واساله كمان على زعلي. انا ما بسالش حد. بعدين الشغل مفهوش ابويا وابوك. تعجبني. ما دام جت سيرة الغالي وحياة العيش بالملح اللي بيني وبينه. انا كنت خايف عليك. مش عايزك تقرب مني ولا من السكة. بوخارست ما تخافش عليه. بوخارست تخاف منه. ماشي. ماشي يا سبع الرجال. السلام. بالإذن يا معلم. بالحق. لو حد من رجالة عرابي حط عليه ما تحطش عليه بالقوي. ارجع لي وانا اقول لك تعمل ايه. حط عليا. امين. رحاب، مش ده صوت بطة؟ في حاجة ولا ايه؟ ولا اعرف، دي بنت تعبانة في دماغها. اقفلك الشباك لو صوت مضايقك؟ لا 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 لا، مش موضوع شباك، بس يكون في مشكلة ولا حاجة. اه صحيح، دي بينها حكاية كبيرة. ايه ده؟ يعني ايه يا اختي؟ انا مش فاهمة حاجة. يعني خرج مرجعش يكون راح فين؟ يا نصرة اطمني، دي مش أول مرة يعملها، هنوصل له ما تقلقيش. ما قلقش، وما قلق على ايه؟ ده النيله دي والبلوه اللي انا عايشه فيها يا رب. نصرة ما تعرفيش الصوت ده جاي منين؟ انت مش شايفني بتكلم في التليفون؟ حل عني. النبي يا حبيبتي الله يرضى عليكي، لو عرفتي عنه اي حاجه كلميني. بالسلامه يا احمد. فين؟ ايه يا بطه؟ ايه يا بطه؟ مالك؟ في ايه؟ مالك يا في ايه؟ احمد الحمد لله انا لقيتك. بوشي موصاني عليك يا قوي. وانا اعرفها من زمان، لما تقولي على حد ينفع يبقى ينفع. بجد؟ يعني انت شايف فعلا في دوري ليق عليا؟ بصي يا الحكايه مش في دور هتلعبيه، لازم تبصي ابعد من كده. الكارير ده اي حد ممكن يدخله، خصوصا بقى لو كانت بنت حلوه زيك. بصي عشان تبقي ستار دي لازمها شروط معينه، الذكاء، الجمال، الموهبه، زي ما قلتهم لك كده بالترتيب. وانت شايف بقى الحاجات دي فين؟ انا بس محتاجه تطوريهم يعني. ودي بقى سيبيها عليا انا. أنا بإذن الله هعمل منك أحلى ستار. أكثر حبيبي. إيه يا حبيبي؟ أعمل إيه؟ كله تمام؟ أعرفك إزاي؟ أيا إياد. تعال يا حبيبي. اتفضل اتفضل. الإبرة دي هتريحك على الآخر يا عم عطية. الله يكرمك يا دكتور، ربنا يخليك. أنا حسيت إن روحي بتطلع وخلاص بموت. بعد الشر عليك يابا، ما تقولش كده. دي كانت كومة سكر بس يا عم عطية، الظاهر تقلت في الحلو ولا حاجة. ازاي بس؟ ده انا مخليها بالي منه. ربنا يبارك لك يا بنتي، دي لولا هي اللي واخدة بالها مني. سيبها على الله يا دكتور. كله على الله يا عم عطية، انا بعدي اطمن عليك. والله انا تعبانة لك يا دكتور، مش عارفة اشكرك ازاي. الحمد لله انا كنت فاكر الحكايات فضحت. حكاية ايه كفل الشر؟ يعني الحاجات اللي حصلت بينا في الصيدلية. الحمد لله الحمد لله. عايل حياتي بصحيح.
معرفش اتلالينا من انهي ده يا ابو خجزة الفاجد. لا واخوك ايه؟ اشترى منه ولبس العمة تمام. يومين واخده تحت باطه ودخله الكرم من واسع. ما هو نصب له السيرك ابن اللعيب. وكل شوية يابا نمرة جديدة. ايش مرة يفديه وياخد الطلقة بداله؟ وايش مرة يجيب له الحمار في شوال؟ لا ومش بعيدة طيب. يا إلا بقى أنا وأنت في يوم من الأيام. رسلناه صح وكان زماننا خلصنا. كان زمان فودة اتقلب وسبع موت وعرابي اللي لبسها وكان زمانك انت الكل في الكل كبير. الظاهر مش مكتوب لا شم نفس يا طيب. هفضل تحت جزمة فودة طول العمر يعاملني زي اي صبي من صبيان. يا طيب انا نفسي ابقى المعلم معوض الاسمر الجام. هيحصل عليا الحرام من ديني. لا يحصل وهتبقى المعلم وهتاخد النفس يطلع من دخشيشك. بس اسمع كلام الطيب لما يقولك الصبر طيب. اللي زي سيد ابو خجزة ده طيب لو عشش في دماغ اخويا ورقت فيها هيبقى عامل زي العفريت العايم. حرام من ديني ولا 100 زار ولا 100 مزمار بلدي هيطلعوه منها يا طيب. وماله؟ لازم جه في القبر على قده ونحضر خارجته. ده مين بقى اللي تقلان على حبيب اخوها كده؟ قول يا ابو النصر قول وانا اجيبه لك لحد عندك مرابعه. حسك وحس اخواتك في الدنيا وانا ليا غيركم. ربنا يخليك لينا. بس قولي لي بقى صحيح بالك يومين كده مش عاجباني في حاجه ولا ايه؟ ايه يا سيد؟ ما انا قدامك هو زي الفل. طالما بتلف وتدور عليا يبقى انت يا اخويا اللي شايل. عندك حق. أنا مش مظبوط فعلا. هقول لك بس تخبطها لي في وشي على طول من غير ذواق ماشي؟ سيد وخوش تجي في إيه؟ وأنا لسه أخوكي بحق. ولا زي ما البنت أختك بتقول سيد سافر ولسه ما رجعش. لازم تقول الكلام ده. ما تحكي يا سيد قول على طول. سنجيتي الحق. البنت أختك ما كدبتش. أنا حاسس إني بعيد. من ساعة ما رجعت وأنا حاسس إني بعيد عنكم. أنا فيها حاجة غلط بس مش عارف إيه يا نصر. أنا كل شوية أروح أقف في البلكونة وأفتكر أمك وأبوك الله يرحمه. الله يرحمه. وأفتكر إخواتك وهم صغيرين ومش عالقين في دراعي وأنا بوصلهم للمدرسة. ما تخافيش بفتكرك أنت كمان. بفتكر قعدتنا الحلوة مع بعض مع كوبايتين شاي وسجارتين مقلبينهم من علبة أبوكي. بحاول أفتكر أي حاجة الأيام زي ما ترجعني. يمكن أرجع معاكوا زي الأول. الحكاوي اللي بتحكيها دي كانت زمان مش هترجع تاني. وحلاوتها بقى يا سيد في انها مش هترجع تاني. خليها مكانها كده قاعده عزيزه. الحلاوه في البني ادمين يا نصر مش في الزمن. وانا الدنيا دست على قلبي رايح جاي لحد ما حميته وسنته زي السكين. بسم الله عليك يا اخويا. مش عارف ارجع زي الاول يا نصر معاك وهتجنن. يا لهوي يا اخويا. طب كعبه الشريفه انا واخواتك ما كنا عايشين قبل ما ترجع. احنا كنا بنبص في خلق بعض ما بنعرفهاش. ولما رجع لنا وشك الحلو ده فكرنا ببعضنا. طب وقلت سيد جاي هي اللي كانت بتسند ظهرنا من بلاوي الدنيا. ولما رجع سيد رجعت راحت البال والحنية والقلب الحلو. طب عايز تعرف غلاوتك امشي كده ورحمة امك لا تيجي تلاقيني مجورها في تربتها. ايه ست بعد الشر؟ ايه الكلام ده؟ نصر فيه ايه؟ نصرة بتسند على كتف السيد والتراب ياخدني لو عينيك يا سيد تبعد عني. ربنا يخليكي لينا. خلاص انا غلطان اني اتكلمت معاك. بس حبيبي يا اخويا. بس صباح الفل يا ابو حميد. صلاح ازاي صحتك يا صلاح؟ انا صحتي زي الفل يا سيدي. المهم انت يا دكتوره صحتك عامله ايه؟ لا انا تمام الحمد لله. وكنت جاي تجيب خضار؟ لا يا عم مش طريق بفضل. طب خد جرجير. سلامة صلاح. جرجير حلو. ازيك يا بطة وابوك عامل ايه؟ ان شاء الله تسلم. ان شاء الله هسلم. ايه ده صلاح؟ في ملك بالواد؟ يا عم الواد بيسقم. بيسقم؟ يا ريت هو راضي يبص عشان يسقم. طب واللي شهي اصولك؟ انسى كان غيرك اشطر. اه
طب انت بس اديني الاذن كده وانا على الحرام بص اخليه لك عصام كاريكه في بوليك. ها انت ايه مش مظبط ليه؟ تعالى اقعد يا عسل. مالك ميسا برضو قلب حرقني على اللي عملته معايا يا صلاح. هو كيفك يا صاحبي؟ معلش سيبها تهدى، ما انت عارف ميسا على قد ما قلبها طيب بس قلبتها وحشه. يا ريت تقلب وتخلصني، كل طالع عليها كويس انك بخير يا اخويا. البت دي اصيله طول عمرها وتسند 100 دكر. معلش يا صاحبي مسحها فيا، لولا اللي جرالي كان زمان فرحتك تمت. يا عم هو جرالك لوحدك؟ هي عدت وكويس انك بخير. الظهر بقت عاده يا ابو خريست، اقع وقبل ما ظهري يلمس الارض تيجي انت تشيلني وترفعني لفوق. بقيت خايف يوم ما تلحقنيش يا صاحبي. اوعى تسيب اخوك. اسيب مين؟ يوم ما يحصل يبقى ابو خريست ودع الدنيا والتراب لما عليه. انت اخويا اصيله سيد. قوم بقى قوم كمل غاسه على الخلق. تصدق هي طلبها مرضيه فعلا بس ناقصها استباحه. يا ابني انت ما بترحمش. والله خلص. حبك يا مكني كتير. حبك يا نصيب. شغل الحواري الزباله اللي انتوا جايين منها دي انا مش عايزه اشوفه هنا تاني. يبطل خالص وتتعلموا تبقوا معلمين كبار. يا ست الكل انا كنت عايز. انا ما خلصتش كلامي. اتفضلي. والا والله العظيم لو ما نهيتوا اللي انتوا بداتوه لانهيه دلوقتي حالا وبايديا واخلص منكم انتوا الاثنين. بالهداوه بس سعادتك. اسمعي الحكايه من اولها واللي هتحكمي بيه هيمشي على رقبه الكبير. ايه يا فوده؟ خلصت الشحنه بتاعتك وفضيت بقى وقعد تلت مش كده؟ ما انا عارفه الحكايه كلها. اتنين عاملين معلمين كبار معرفوش يحلوا المشاكل اللي بينهم فقام كل واحد زايق على التاني رجالته. هو اللي رماني بالزور. زور؟ يا راجل مال الرصاص اللي غير بالعربيتي ده مين اللي طلقه؟ امي جرايه يا فوده. واحنا مالنا؟ اتضرب عليك نار تسكي لكن ما تقدرش تثبت ان عرابي هو اللي عملها. لكن هو يقدر يثبت ان انت ورا كل اللي بيحصل له ده. والا ما كانش راح لك لحد عندك في شوال. بالنسبه لي انت غلطت مرتين. مره لما اتهمته من غير دليل ومره لما تصرفت معاه من غير ما ترجع لي. وعشان كده الشحنه اللي جايه كلها بتاعت عرابي. جات ريدي يا عرابي للمقابله بتاعتك مع مستر هانك. ايوه يا ست الكل بس الحاجة دان وميرسي انكم شرفتوني. صلاح على عايزك. بقول لك ايه؟ أنا لسه ما اصطبحتش، ها؟ لو دماغك هفاك على عركة من دول. اقعد. المرة دي على الرايق. خير. بص يا صلاح، أنا مش جايبك طبعًا أقعد معاك قعدة أب وابن، عشان دي جبرت خلاص. لأن أنا لا ينفع أبقى أبوك، ولا أنت ينفع تبقى ابني، ولا تشيل اسمي. وأنت لو وطيت صوتك بقيت كده على الرايق، ما هو موال كل يوم أهو. اهبط يلا بقى. أنا هقعد معاك قعدة الرجالة. اتنين مفيش بينهم وبين بعض أي حاجة غير المصلحة وبس. ودي إيه المصلحة دي اللي اداني المعلم سلطان وتقعده مع عيل وسخ زي صلاح؟ أمك. المصلحة دي تبقى أمك يا صلاح. اللي أنت سبتها مرمية في الشارع وعينيها تايهة على الخل بتدور على أي حد يروحها. وفي الآخر حتة مرة علمة هي اللي تاخدها تروحها. ما كانش بكيفي وأكيد بلغك الحوار. بلغني. بلغني وكيفت قوي. قلت مين عارف؟ مش يمكن الحكايه دي تعرفك اخره السكه اللي انت ماشي فيها؟ عارفينها وراضيين بيها. وبقول لك ايه؟ العالمه اللي مش عاجباك دي هي اللي كانت بتراعيها طول ما انا كنت مسافر. لو مستكبر عاملتها قوي اسال نفسك انت كنت فين؟ كنت فين وهي بتحميها وتلبسها وتاكلها وتوديها وتجيبها؟ اقول لك انا كنت فين؟ كنت في حضن مره من النسوان اللي انت رامي شبتك وفلوسك في حجرهم. اسمع يا السكة الشمال اللي انت ماشي فيها انت وبخارستي دي طول ما هي مقفولة عليكم انتوا احرار فيها. ما تلزمونيش ان شاء الله حتى يبقى اخرها طلقة تخلص عليكم انتوا الجوز. انما عليا الطلاق بالتلاتة صلاح. السكة دي لو لطت امك
اللي انت بتشوفه من فوق ده والصيع اللي حواليه ما هيجي نقطه في بحر من اللي هتشوفه مننا. ماشي يابا؟ لا مش ماشي يا سيدي المعلمين، عشان المصلحه اللي انت بتقول عليها مراتك وامي وفاكرها لسه بينا جبرت خلاص. هي امي اه بس مش مراتك. ام صلاح خرجت من ذمتك من اول يوم فتحت فيه فرشتك لواحده غيرها. مات الكلام. حوكا ده يا معلم. نار. انا يعني عجبتك فعلا؟ صراحه البنت هايله يا فوش. تنفع حلوه وعندها حضور ومزاج كتير. طب بص بقى يا اكرم، انا عايزاك تكنسل عليها خالص، ولو كلمتك تبقى اقول لها فرصه تانيه. غريبه، وانا اللي كنت فاكرك عايزه تخدميها. ما انا هخدمها برضو بس مع حد تاني، ولا انت عينك منها ولا ايه؟ انا اقدر برضو لتموري بيها بوشي. ناسيه يا كوكي. طيب هكلمك تاني يا حبيبي، باي دلوقتي. هاي هاي. ليكي ايه؟ برافو عليكي، انا بحب قوي الناس اللي بتحترم مواعيدها. ميرسي يا بوشي قوي. عامله ايه؟ جود. بس عندي خبر مش لطيف ليكي. ايه هو؟ اكرم الكاستنج دايركتور لسه قافل معايا دلوقتي، مش مبسوط من شغلك خالص. ازاي؟ ده قالي انتي هايل وعجبته قوي. عادي، هو بيقول كده لاي حد تو افويد الاحراج يعني، خصوصا كمان ان انتي جايه من طرفي انا. بس الحقيقه انه مش مبسوط من شغلك، بيقول ان الدور كبير قوي عليكي وان لسه قدامك وقت طويل عشان تقفي قدام الكاميرا وتمثلي. شوفي يا ايه، انا مش عايزاكي تقفلي، دي لسه اول ستيب، فمش هينفع نيأس ونقف هنا. احنا هنكمل بس هنشوف درجه اقل شويه من المسلسلات والافلام. زي ايه؟ زي بروجرام مثلا. وانا هعمل ايه في البروجرام؟ هتمثلي برضه بس تمثيل خفيف من اللي انت متعوده عليه، قصدي يعني زي ما بتخرجي من بيتك بشكل ولبس معين وبتعيشي حياتك بره بشكل تاني خالص. تمثيل بسيط يعني، انت قدها تمثيل على قدك دلوقتي لحد ما تاخدي شويه خبره، بعد كده تمثلي ادوار اكبر بكتير. على فين يا حمامه؟ مستعجل ليه كده؟ سيبنا عم بلبل عشان محصور عايز افك ميه. هو في ايه؟ هو انا كل ما اكلم واحد في الحاره دي يقول لي اصل انا محصور؟ بتاري الراجل بتاع القصب بيشطب بدري. سكر يا عايزك في سؤال سريع. انهي معلمة. اشمعنى؟ امه دعياله. صحيح كل البلد عارفه ان هو بيتاجر في المخدرات، بس كل مغرز يخرج منه زي الفله من الجميله. وانت عايز ايه يا حلو؟ عايز تيجي معايا سكه، تعتبرني صديقك الصدوق وتفضفض لي بالسر اللي معلمك شايله معاك، يا اما ازعلك وانا زعلي بيقعد. لو انت حلو يا دوب وبتعرف تقعد. هو انت ضارب لك شريتين مرقينك مدير امن السلطانيه ولا ايه؟ ما تروق. المعلم فودة اللي بتتكلم عليه ده خيره على الشعب كله، والناس كلها تشهد له بالشهامه والجدعنه. عايز تقعد؟ اقعد وماله، بس نقي لك فخد على قد سنانك عشان ما تترمش. انا اعتبر ان انا ما سمعتش حاجه عشان خاطر الزنقه اللي انت فيها، وانت بتفك حصر فكر في الكلمتين وارجع رد عليا. لا ما تستناش يا اخويا. مساك بلبلي. ماشي يا حمامه. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه اللي حصل يا بطه؟ هي الولاد حرام طلعوا عليا عشان يسرقوني، حاولت اهرب منهم ضربوني وخطفوا الشنطه والموبايل. ولاد الكلب، كل ده عشان شنطه وموبايل؟ ده حصل فين ده؟ في بورسعيد عند الابراهيميه. ما كانش في حد تنادي عليه ينقذك؟ ما فيش حد يا احمد، كل حي بقى في حاله والناس بقت بتخاف. معلش الحمد لله انها جت على قد كده. اه لا شويه علم برشمه اساسا. أنا آسفة يا أحمد، أنا آسفة إني دخلت عليك بالمنظر ده، بس أبويا لو كان شافني كان ممكن يروح فيها. بعد الشر عنه وعنك، قطع إيد أي حد تمد عليه. أنا كنت معاك يا بطة كنت قتلتهم. ألف سلامة عليك يا بطة. الله يسلمك. أنا مش مصدق اللي بيحصل.
لحد دلوقتي الناس اللي بتسرق عربياتهم بيجوا عندنا القسم ويبلغوا. هو في كده؟ يو امال انت عايزهم يعملوا ايه يا نبيل؟ يبلغوا في كوبانيه الكهرباء ولا شركه الغاز؟ يقعدوا في بيوتهم جنب التليفون يستنوا المكالمه زيهم زي اللي قبلهم. ما انا عايز اقول لك على حاجه، لازم يكون عندنا حلم لبكره. عارفة العيال اللي هي بترفع العربيات دي لو بتفكر صح يعملوا ايه؟ قولي يا اخويا يعملوا ايه؟ يعملوا مكتب لخدمة العملاء، يجيبوا خط اللي هو سخن مولع ده اللي هو 19 ابصر ايه مش فاكر، ويجيبوا شاشة كمبيوتر وسكرتيرة يكون صوتها مهارة. الزبون اللي تتسرق عربيته يتصل بيها، هي ترد عليه تقول له العربية فين؟ جت؟ ما جاتش؟ هتوصل امتى؟ المكان والزمان والفدية قد ايه؟ يجي دورنا احنا بقى رجال الامن ننظم الوقف عشان نخلص. طب بالمرة يا اخويا ما يسألهم وهو بياخد العربية هيسرقوها تاني امتى؟ شفتي؟ بدأت تحلم البكرة اهو. بقولك ايه؟ كفاية عليك كده هابو، لحسن انت كلامك كتر وكله بقى على الفاضي. بتلقى على عشان فوضى صح؟ والنعمة ابدا، بس اللي على راسي وبطن. الصبر حلاوة، بكرة تشوفي. وكده نبقى ظبطناها صح، وفودة دخل في عبنا يا معلم. لسه اللي زي فودة ده مفيش حد يقدر يظبطه بالسهل، وبعدين احنا مش عايزين يخش في عبنا. مش قريك الصح ان احنا اللي نخش في عبنا، نسيب نفسنا نقرا دماغه ودماغ السوق ماشية ازاي، وساعتها نكون وفرنا على نفسنا سنين كتير. اه ماشي، بس مفيش بس يا صلاح، اللي زي فودة ده هنعتبره سلمة بس عالية شوية، هنقف عليها وناخد نفسنا، بعد كده نقزح لفوق، ولا يفكر يقف قدامنا هنفرمه برجلينا. يا ابني اللعيبه يا مستين، تصدق بحبك. ملاتي وحياتك يا نصر، ما بيهمد لي جفن غير وانا مستحلفاه، بس اول ما يطل عليا ويمد لي شفته وضحكته من هنا لهنا اطبقع زي الجرد. بيعرف يلمني ابن الايه؟ الله، ملك يا نصر، ملك يا وليه، في ايه؟ الله، عمال انتع في الكلام من ساعه ما جيتي، لو كلامي مش عاجبك جيتي ليه؟ جدتي مش طايقه عادة البيت، معلش يا اختي. ملك يا نصر، انا اول مره اشوفك بالشكل ده من ساعه ما المحروس ما جه، هو زعلك في حاجه يا اختي؟ هو مين ده؟ اه سيد. صباح الفل. صباح الفل على اجمد نصره في النصريه كلها وضواحيها. يا ست الكل، انت بكرمشه وشك علينا ليه؟ هو انا صدر مني ايوتا حاجه لمؤاخذه؟ بقول لك ايه؟ ربنا يسترك، تروح لحالك وتسيبني في حالي، احسن انا خلاص وصلت لاخري. وانا ماليش اخر، واللي يحب اخره عند حبيبه. طب وكتاب ربنا؟ وكتاب ربنا المجيد انا بدعيه كل يوم انك تبقي بتاعتي. ارضي بقى، ارضي، ده انا شايف القبول في عينيكي. طب اقول لك حاجه، مالكيش نفس في حته لحمه بتلو كده تحطيها لمؤاخذه على صدرك تطبيبي قلبك عيل يعني؟ اسكت اسكت واكتم خالص، خلي لسانك جوه بقك لبلعهولك. عليا النعمه من نعمه ربي لنزله على دماغك سلاحك نصين. انت بترفعي الشبشب على مين يا ماره؟ مين دي اللي يا ماره يا قلبي؟ انت. وعلى الحرام من ديني ورحمه امي لاكون متجوزك غصب عنك قبل ما يكون برضاكي. ليه يا اخويا؟ هو ماره؟ مين دي اللي ماره؟ وريال السعاد ترى ايه يا بنت انتي؟ اجري باللعبه دي بدل ما شقك. راح فين؟ راح فين؟ انا كلمني انا هنا. يا نصرة عامله ايه دلوقتي يا بنت؟ الحمد لله، بس كنت جاي اطمن عليك يعني. هو انت بقيتي كويسه؟ اهو دي راحت خالص. ايوه، ودي يومين ان شاء الله هتبقى كويسه. كويسه؟ طب ما انت كويس. هو انا جبت لك حاجه بس كده؟ ايه؟ عشاني انا؟ دي شنطه وموبايل بدل ضاعوا، عشان ما تبقيش زعلانه. بجد؟ انا لو كنت اقدر اجيب لك احسن منهم 100 مره كنت جبت لك يا بطه. دول لو شويه تراب منك انت بالدنيا كلها. انا بحبك يا بطه. تحبيني؟ بحبك قوي كمان. Thank you.
مين يالا انت هو اللي ماسك المحل ده؟ روح يا باشا، بس على الهادي، احنا برضك محل محترم. اكتم يالا هتوب. على فين يا باشا؟ بس يا باشا، باشا يا باشا اسمعنا. طيب يا باشا عم بالراحه يا عم، جاي معاك خلاص يا باشا اسمع. ورا كلم المعلم، يا كلم المعلم ماشي. مين؟ شرف امي، شرف بيك يا نبيل الكلب، والنبي ما تشوف لنا حلفان عليه القيمه. شرف ايه اللي يجيب الاشكال الوسخه دي؟ بس وفيها كبير عالم وسخه، يقول لك بيخلطوا السمين بالحشيش. وانت عرفت منين يا بولبول؟ عرفت منين ايه يا سلطان؟ ما انا كل ما اخش اكل الدهوي. اوعى تكون انت اللي احنا مش هنشرب حاجه غير الشاي ده ولا ايه؟ عيني ظهر الحجر للمعلم يا ابني. عامل كام ده بالتميز؟ يا بنت الغباوة دي، ما ده اللي بيخلي زمان تطفش منك. اوعى تكون فاكرني عيالة صغيرة بكلون ابيض عشان تضحك عليا. ما فهمناها خلاص. تشتري مني لغيري عشان تحرق دمي، وتشعوطني عشان تجيبني على ملا وشي. عشان تعرفي ان انت هبل، الورد انا كنت جايبهولك، ما دي الحاجة اللي هتخليكي تضحكي. ومين اللي روحه؟ مش عمايلك؟ تدخل وتخرج عليا عشان تعشمني، ولا انت واخدني ورث وانا مش واخدة بالي؟ مكتوب على اسمي كمان. وعشان اثبت لك بنت اني بحبك، كلها كام يوم وهنتجوز. ايه يا بنت في ايه؟ تاني تاني يا سعيد يا بنت اصبري. طب جربيني المره دي. لما تعوز تتجوزني يا اخويا هاتني كده من شعري واديني المعزوم. يا بنت اصبري اديني فرصه، جربيني المره دي. يا سيد الحقني يا اخويا. ارحب في ايه؟ حد جرب حاجه؟ نصرة نزلت من الصبح وما رجعتش لحد دلوقتي وقافله تليفونها. يعني ايه الكلام ده؟ تعال يا لهوي. انا عايشه مع ابويا وست اخوات صبيان في بيت صغير جدا، اوضه وصاله وحمام صغير تقريبا مكشوف. انا تعرضت لحالات مش عارفه اقول ايه. تمام تمام. اتعرضت لاغتصاب من واحد منهم من فتره طويله، وبعدها بقى بيعمل ده معايا عادي جدا. بتقولي ده؟ انت اتجننتي؟ احمد انت مش فاهم حاجه. ده مين اللي قتل ده؟ فيه ده خلاص خالص. مالك يا واد يا صلاح؟ شكلك ناوي لحد على نيه غبر. ايه؟ قول لي ابوك شبشب لك يونيا. لم ليلتك عشان مش ناقص، وما تجيبيليش سيره الراجل ده عشان العفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. يا صلاح يا صلاح، صف نيتك ناحيه ابوك. ابوك راجل جدع وعتره، والف واد يتمنى يتسمى باسمه. انا مش عارفه انت قرش ملحته ليه. ليه؟ عشان كتير قال لها امي اللي رميها في ضنك وماشي يوزع خيره على النسوان، واللي يغيظك ان هي راضيه ومبسوطه، وتقول له كمان يا اخويا اديني على راسي بجزمتك كمان. أمك بتحبه يا صلاح، واللي بيحب حد بيتمنى له الهنا حتى لو ما كانش في حضنه. يلعن أبو الحب اللي يذل صاحبه يا شيخ. أنت بتقول كده عشان لسه ما لقيتش اللي تشوكك في قلبك وتشبشب لك. إيه ده إيه ده إيه ده؟ صدق شكلك لقيت هياويسخ ومخبي عليا. قول لي يا ودي صلاح، مين دي اللي انتصت في نوادرها وبصت لك؟ بعدين يا هوني لما يهفني مزاجها اقول. لما اي اخويا يهفك ان شاء الله الحشيش اللي طفحته عندي يطبع على مراوحك. لما قلت لي دلوقتي هي مين؟ وربنا ما عرف البت دي من دون صنف الحريم كله عملت فيها ايه. اول لما المح طرفها بس تلاقي قلبي بينط من مكانه زي اللي واخد عيار، واما شفايفها يا دوب تتوارب عشان تتكلم، وداني بتتسك عن اي حس حواليا إلا حسها. حسها بيكتفني من كل جهة. تكتيفة عدلها أربعة يفكوها، بس تكتيفة ناعمة ولا تطوب الحرير. ولما تفرق عيني عليا الحرام بحس إن مشيتها بتقفل جفني سنة بسنة. أحيا عليك يا واد يا صلاح، ده أنت غرقان في شوشتك. ويا ريته عاجب. وليه بقى ما يعجبش إن شاء الله؟ عشان الدنيا تمامها كده. انسي. وامتى ده حصل؟ وزي ما حدش يقول له فين سيد؟ جاي ورايا على طول، طلع بس على المحلات اللي بتورد لهم الشغل يسال عليها هو وميس. هو جه اهو. ها سيد وصلت الحاجه؟ مفيش حاجه يا عم سلطان، سالت كل الدنيا مفيش حد يعرف عنها اي حاجه.
طب حد سأل في الاقسام؟ بلبل لسه مكلمني، مفيش ولا بلاغ. طب انا هطلع على مستشفى احمد ماهر ومستشفى المنير، اللي يوصل لحاجه يكلم التاني. لو عرفت حاجه كلمني على طول يا عم سلطان. مخا يا بلبل، طمني في جديد. زي ما قلت لك كده بالظبط، دفتر الحوادث الحمد لله هي مش موجوده فيه خالص، ولا في اسم السيده ولا في نقطه المنير. بس بقول لك ايه، وانتوا بتدوروا على عيل تاي اسمه عمر. عيل تاي مين وعمر ايه؟ اسمه عمر احمد عبد الحليم، امين الشرطه صاحبي في اسم السيده. هو قال لي كده ان الست نصره جت على العصريه كده عندهم وقدمت بلاغ اختفاء عن عيل بالاسم ده عنده حوالي 15 سنه. فقلت اسالك يمكن في علاقه بين الموضوع ده وبين غيابها. يعني بتكلمي مين انت كمان؟ لا يا اخويا، اصل ايه؟ اصل ايه؟ تعرفي حاجه عن نصره مخبيه عليا؟ يا لهوي انا اعرف حاجه. ما تطلعي بنت في ايه؟ في ايه يا سيد مالك؟ اصل هي اتخانقت مع الواد حماده وخطفت في وشها كده. حماده مين؟ حماده الطيب؟ ايوه. وبيحكي مع اختي في ايه؟ اصل فتح موضوع الجواز تاني. تاني ايه؟ هو كان في اولاني؟ ايوه بس هي سكته بالجامد. من ورا ضهري يا ميسه. بس يا سيد حماده بنت انت كمان. ما خلاص يا ابوخة بقى، ما الست كده في ايدك حرام، طلعهم انت بس وانا هقول. هو فين ابن الحرام ده؟ عندي المصلحه دي. طلع تعرف مكانه؟ اعرف يا عم. اطلع بنت فوق. اطلعي فوق كويس يا عم بقى. تعالى قول لي في المكان. في ايه مالك؟ قلت لك عندي. وريني هو فين. يلا بينا. انت تستهبلي؟ هو في واحده محترمه تعمل اللي انت بتعمليه ده؟ يا احمد والله العظيم، والله العظيم ده كان تمثيل. انا وشي ما كانش باين اصلا. افهم بقى يا اخي. تمثيل ايه؟ قولي كلام الزباله ده قدام الناس وتقولي تمثيل. وانت من امتى ليك في التمثيل ده اصلا؟ وانت مالك؟ بس بقى يبقى انت واخوك كمان. شوفي اختك المحترمه اللي فرحانه في كل حته. انا محترمه غصب عنك. انت تعمل ايه يا راجل ولا ايه يالا؟ راجل غصب عنك يا سافله يا بنت. بس خلي النادي تفوت على خير. بس بقى انتوا مش دغنين باي حاجه، واحنا مش لاقيين نصره من الصبح ولا عارفين عنها حاجه. يعني ما حدش عارف عنها حاجه. حمامة الطيب زياره. يا طيب يا سيد، انت ليه فرحت ان ورايا طيب؟ ورحمه ابوك ما حصل. انا كنت رضا في الحلال يا جدع. طب لما انت رضا في الحلال تتكلم عن النسوان ليه؟ رجالتها ماتوا. انت عياط. نصره فين؟ يعني ايه نصره فين يا سيد؟ اختك فين يا سيد؟ انت هتثبت يا محمد. نصره فين؟ يلا اجيب عينيك. انت يا عم على الحرام من ديني ما اعرف. انا هاذي نصره برضك. لا انت ولا 10 ساعات كمان. يا عم سلطان لقيتوها؟ ماشي افتح يا بلبل. خليني من هنا يا نبيل، انا لازم اخرج. لا 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 حمامه تخرج فين؟ انت مش تستقلب بيا وكل ما اجي اكلمك تقول لي اصلي ايه؟ اصل انا محصور وتسيبني وتمشي. يا عم حقك عليا، اللي تؤمر بيه اعمله. شوف انت عايز ايه. معلمك تجيب لي قراره. ماشي اللي بعده. انت مش كنت محصور؟ انا عايزك تفك حصر قدام الجرابيع دي كلها وفي منطلونك. مفيش نقطه تنزل على الارض بسرعه. ألف سلامة عليكي يا أختي، كده برضه تخضينا عليكي. ما تتخضيش على غالي. رجلي هتموت. كنت ماشية يا أختي، مش دارية أنا بحالي. طلعت لي عربية من تحت الأرض. يا لهوي. بصتني وهر. تلاقيه المهم اللي سليكوا المحمول، أصل إحنا اتصلنا بيكي ياما. ألف حمد وشكر ليك يا رب. الحمد لله انها جت على قد كده. انا كنت خلاص يا نصر قربت اقع من طولي. بعد الشر عليك يا اختي. انا هنزل اقابل احمد نجيب لك الدواء ونيجي على طول. انت ما تاخريش الحال. حاضر. هو ايه اللي حصل يا اختي؟ بقول لك ايه، واحنا لسه هنحكي زمانهم الاثنين على لحم بطنهم الصبح. يلا بركه انك بخير. الحمد لله انها طمنا عليك. ربنا يخليك يا اختي. مالك يا سيد؟ من اول ما دخلت يا اخويا وانت وشك متغير. مالك يا اخويا؟ آه
يا رجلي ياما يا قلبي. رجلي ياما. السلام عليكم. هو مش ده بردك؟ هو مش ده بردك بتاع الحاج عبد الرازق؟ عبد الرازق مين ياض؟ طب لا مؤاخذة لا مؤاخذة. خلفت من عبد الحليم يا بت؟ Thank you.